دراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. مسرح الإذاعة المغربية يقدم كل الناس كل الأنام غايتها تزيد الأمام تحقق مرادها والأحلام. أحلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة أنور الجندي، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الثامنة. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات إذاعية مغربية. حمي كان حلم حقيقة بالحق، غادي نبقى نحلم حتى نحقق هذا الشيء اللي في بالي ونوصل لمرادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يا ودي، فين غبرتي وخليتي الوالدة مشوشة عليك؟ زعما راه كاين البورطابلات في الدنيا. كنت غير مع عبد الصمد صاحبي. ويلي يا أخي، صاحبك ولا غابة؟ غابة؟ إيوا الغابة هي اللي كيقيلوا فيها الناس النهار كامل. زوينة عندك هادي. المهم لالا، بقيت أنا وياه موضوع تيجرنا الموضوع، وحديت تيجرنا الحديث، وبالتالي ما شعرناش بالوقت كيفاش داز. إيوا أنتوما ما شعرتوش بالوقت كيفاش داز، ولكن الأخ أمك راه دازت عليها خلعة وبقات مشوشة النهار كامل. فين هي دابا؟ راه دخلت البيت تصلي وادعي معاك المرضي. واخا انا ندخل نشوف. اجي الاخ. شنو تاني؟ اطلع على الخاوه. اشنو نطلع؟ السلف دختك وكالات الاخبار المهمه خبراتني باللي غادي تقبض الكاشي اليوم. مشيتي فيها بنتي؟ هاكوت انا كان املي بالحق واحد العبقري قريب بزاف لالا، رد ليهم الملف بحجه الوثائق ناقصه ورفض يفيزي ليهم التعويضات. أويلي من بعد هاد الشهور كاملين ديال الانتظار، الوثائق ناقصه والحل. ايوا قال لهم ساعد تعاودوا الوثائق من جديد الا كنتوا باغين تخلصوا، اما انا راه يستحي نخلصكم والملف ناقص. معلوم الكرش شبعانه ما كتحش بالجيعانه، تلقاه جالس في بيروه داير رجل على رجل، ما حامل الهم كره ولا هم ضو ولا ما ولا تليفون ولا شحال كيتسالوا مول البيسري ولا الجزار ولا الفران ولا مول البوطه. معلوم ما حاسب والو. الا كيفاش بغيتي يحس لالا هو من باب الاداره لركوب مع الشيفور لباب الفيلا، ما حامل هم المواصلات ولا الدردي في الطوبيسات او لازحان الطاكسي هاد البلايص. لما بسلامه تيوصل الفيلا تيدخل هاني مهني، ما رافد هم لا الماها لا الضوها لا التليفونها، ومجرد ما تيحيد صباطو كاينه لالا اللي تيكمد له دوك الرجيلات الزغيبين المسيكين تيريحهم ليه من الريحه بالريحه، ومن بعد تيجي اللي تيسربي ليه الطابله قدامه بمختلف واطيب المأكولات. ماشي شغله ولا مطيشة طلعات ولا السرديل زاد درهم ولا اللحم فين وصلت ولا اش من سلعة غبرات من السوق. ومين غادي يسيق الخبر السلعة اللي غبرات من السوق؟ راه غبرات من السوق وهي في داره ما غابراش هو وامثاله. اسمع لالا، السوق ديال هاد الناس راه واعر، ومن الاحسن يمكن لي ندخل سوق راسنا. ايوا الخويا انت دخل سوق راسك، هذاك سوقك، وانا يا الاخ العزيز تبقى 1000 درهم ديالي معلقه. ايوا ما عندي ما ندير لك بنت امينتي، ضريبة اخت الفنان هادي. بغيتي يبداو يشيروا لك هكا كاينه في الزنقه فابور ولا؟ ايوا واخا سيدي حتى هذا كلام. ايوا الايام بيننا ايها الفنان. مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات الاذاعيه المغربيه. مساء الخير نجيبة. مساء الخير الصديق، على سلامتك، كيف دوزتي نهارك؟ الحمد لله. نجيبة ملكي بيلي مطرة، شنو بيك؟ لا 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 والو والو الصديق. كيفاش والو والو؟ أنا تنشوف فيك وقفة تتمشي وتجيب هاد العصبية، ياك ما شرفت زاد عليه الحال. لا لا الحمد لله، سخانة نزلت عليه. إذن شنو المشكل؟ أنيس عاود تاني. أنيس نجيبة، أنيس بلا شك باقي ما جا، تلقاه تاني خرج من الكوليج وصرح مع دوك الصحاب ديال لوي. حرت معاها الصديق، عيت ما نقول له باللي الزنقرة ما فيها غير الآفات والمشاكل والمصائب، هو وقت ما هدرت معاه كيقول لي علاه مالو هو بحالو بحال الدراري صحاب. وهذه هي الكارثة، ما عرفتش شنو جرى الوالدين، واش الناس ما بقات عندهم عواطف، ما بقات عندهم كبدة على الأولاد، ما خلين أولادهم دايعين في الزنقة حتى لاش من وقيتها، وزادوا كملوها وجملوها أصحاب هاد الكراجات العامرين بالبيارات والكولفازيرات. مصيبة هادي. صدقني صدقني يا صديق بلي كنحاول نبعدك من هاد الخبارات اللي ممكن يأثروا على صحتك ويطلعوا لك السكر. بالحق أنا اليوم معصرفة بلي أنيس ولا كيغلبني، كلامي ما بقاش كيهمو، لهذا خص شوية الزيار من طرفك أنت. بلا ما تقوليها، انا اليوم مباشره دزت الكوليج فين تيقرا، وكانت عندهم شي ساعه خاويه، وبدل ما يستغلوها في شي حاجه مفيده
جالسين. جالسين؟ اش جالسين كيديروا؟ صافي صافي. واش سيري دخلي دخلي حدا شرف وخليك خليك حدا وانا غادي نتكلم معاه شويه. دخلت عليك بوجه الله غير بالهدوء بلا عصبيه عفك. طيب طيب انا جيبها غير سيري دخلي. بس الخير بابا. شحال هادي فاش عاد جايس؟ دزت بابا نراجع مع واحد صاحبي واحد درس الماط ما فهمتش ليه جاني صعيب ومعه هو مجهد في الماط لحقاش با استاذ ديال الماط دزت لعندو باش نفهم مزيان. دابا واش نقابل هم الخدمه ومتاعب الحياه ولا نقابل همك ومشاكلك؟ اش عملت بابا عاود ثاني؟ اش عملت عاود ثاني؟ قول عاود 20 عاود 30 اش درت؟ تتسولني سؤال تعرف جوابه. بالنسبه ليا بابا انا ما عملت والو وما عارف والو. دابا شكون لي ولد الاخر انا ولا انت؟ ما فهمتش. ما فهمتيش ولا ما باغيش تفهم؟ واش تعتبرني بليد وتتشوف نفسك ذكي؟ حاشا لله بابا. شحال مره قلت لك دوك النماذج اللي تتوقف معاهم في باب الكوليج حيدهم عليا تجنبهم. بابا راه هما اللي تيوقفوا معايا ماشي انا اللي تنوقف معاهم. اسيدي اش داكم توقفوا مع بعضياتكم؟ واش ندير؟ ساليتي الحصص اللي عندك وباقي لك شي ساعه في الاخير استغل ما بين اللوقات دخل المكتبه المدرسه قبض قصه طلها فيها او تصفح شي مرجع من المراجع اللي تمشى مع دراستك. انت حد قلتيها عاد قلتيها راك ضعيف في الماط. المهم ما توقف ليش مع دوك الفاشلين التافهين. اولا بابا المكتبه الاعداديه تسدت شحال هذه. ثانيا هادوك التافهين والفاشلين بابا راه غير ولاد دوك ودوك وباباتهم معيشينهم في النعيم والتفركيس والقفوزيه. اولا اسلوب التسرقي الطنكر نسمعو اخر مره نسمع منك كلمه تفركيس والقفوزيه. ثانيا اذا كان هذاك هو النعيم اللي عايشين فيه اصحابك انا تنكرهوس تنكرهو ليك لانني تنبغيك تنبغيك انت واخوك وماماك. علاش بابا؟ الامر بسيط. النعيم اللي تيجي من فلوس الحرام بنقص منه وطال الزمان او قصار داك النعيم تيصبح جحيم. بمعنى؟ بمعنى كون باباك تيرضى بالحرام كون شحال هادي عندي حتى انا بحالهم العمارات الفيلات الفيرمات وافخم السيارات. وعلاش لا؟ المهم نعيشوا بخير. انيس سامح سامح لي يا بابا. غادي نعتبر نفسي ما سمعت والو. يلا سير غسل يديك ودوز تاكل. واخا واخا بابا. وحاجه اخرى. ما هي؟ القاروره ما فيها غير الشر والضرر. راني دزت من باب الكوليج اليوم وشفتك. الكوليج اين قرو؟ وكيف بدينا الكلام نختموه راه انا اللي ولدتك ماشي انت اللي ولدتيني. بابا راه جيب لي معاك الطابله العشاء الدواء ديال السكر اني سبقتك. اوه كي دار شافني. مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات الاذاعيه المغربيه. الو نعم شكون معايا؟ الو عبد الوهاب هذا؟ ايه بالضبط. شكون معايا؟ انا ندى. شكون ندى؟ لالا كنعتذر ما عرفتش. كيفاش شكون ندى؟ سمح لي الصوت غريب عليا بالمعقول شكون ندى؟ ويلي عبد الوهاب انا ندى. ايه سمعت الاسم بالحق راه ما عرفت شكون انتيا. سمحي لي شكون معايا؟ انا ندى مولات المتجر الملبوسات اللي قدمتك لي ناعمه جارتكم. عاود بالله مش طراجيم كنعتذر سمحي لي يا اختي. سبحان اللي ما يسهى ولا ينسى. شنو اخبارك يا ندى؟ لهالدرجة ما بقيتش في بالك؟ لا لا ما ديرهاش مني قل الصواب. اول مره تنسمع صوتك في التليفون هذاك الشيء علاش؟ ايوا نقولوا الصوت ما عرفتيش داك والاسم حتى ونسيتي بهذه السرعه. لا لا حاشا وي الاسم ديالك ماشي من النوع اللي كيتنسى راه غير شي مواضيع معمره ليا الدماغ ديالي. على هذا الاساس نقدر نقول ان ذاكرتك ضعيفه. لا واه لا واه لا لا ندى. ايوا كانت ذاكرتك ضعيفه لهالدرجه غادي نقول لك كيفاش يا اخي كتحفظ ادوارك. واخا لا لا الله يرحم لك الوالدين. عرفتي الا سمعوك المخرجين ديالنا مشيت فيها لالا غادي يرفضوا يبداو يوزعوني. يوزعوك ما فهمتش. ايوا في لغتنا الفنيه لالا التوزيع هو اسناد الادوار. الا كان هكا انا غادي نقلب عليهم ونرغبهم باش ما يوزعوكش. وعلاش لالا ندى حرام عليك اش درت لك؟ باش تعلمت نساني وباش ما تلقى ما دير وتجي تسول فيا. لالا ندى غير هضري لي مع المخرجين ديالنا ومالك عليا غير نزورك باستمرار ونتمتع بكلامك وباسلوبك اللطيف. نعتبر هذا الكلام مجاملة كيف المرة اللي فاتت ولا حوار تمثيلي اللي كترده في كل وقت وحين؟ لا 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 ندى ماشي من طبيعي المجاملة وإلا سولتي عليا غادي يقول لك الجامع بأنني إنسان كيبسل بصراحة ديالو. على كل يمكن نشوفك غدا؟ خير. لا لا ندى طبعا خير أما كون كان شر ما غاديش نتصل بك. إيوا جوابك مقنع. غدا لا لا أنا عندك أش من وقت كتفضلي؟ لما تكون جاي تصل بي قبل من الساعة وأنا غنكون في انتظارك. ايوا زوينه عندك انا في انتظارك بلا شك حتى انت عزيزه عليك ام كلثوم. ام كلثوم عزيزه على الجميع ولكن هاد الايام عزيزه عليا حبيبي يا نور العين.
تشاو. انظرا لالا ندى، اشنو قال لك؟ اش عنده ما يقول؟ سيد نسى حتى اسمه ناعمة. لا، غير تلقاي هموم الحياة نتلفها لالا ندى. ايوا ماشي الحد اللي ما يعقل على صورتي ولا على اسمي. لالا ندى، قولي الله يحسن العوان، ثم ما تنسيش واحد المسألة. اللي هي ناعمة؟ عبد الوهاب أكيد غادي يكون تيشوف فيك، تي في السماء وهو في الأرض، ما غاديش تطيح في باله أبدا باللي انتي لالا ندى تتفكري فيه أو يجي في بالك. بلا شك هذه مسألة غادي تكون بعيدة على عقله وخياله. ماشي هاد الكلام ديال أيام قيس وليلى وعند ترو عبلة، رحنا في الألفية الثالثة وهاد الهضرة الفوارق الطبقية ما بقى حد كيأمن بها. حياني يا لالا، بالعكس دابا عاد ولات المفاوضات في الزواج. حلوة عندك هاد المفاوضات في الزواج، ولكن شفتك انت دغيا طلعتي للجبل ووصلتي للزواج. ايوا تبغي المعقولة لالا، على رقبتي حتى حلمتكم تتلبسوا لبعضياتكم الخواتم وتتوكلوا لبعضياتكم الحلوة دلاكريم بالحليب والتمر. نعيمة. نعم لالا. سيري تمري وخليني من التمر ولا الشريحة. بالحق لالا ندى، على رقبتي. عباد الله شكون يفكني من هاد اللصقة؟ صافي صافي صافي، على رقبتي إلا شعرت باش تتشعري. صافي فهمت، باغية تبقاي بوحدك باش تفكري على خاطرك في سيدي عبد الوهاب الفنان الفن. مسخوطة هادي، شوف أنا عيمة، على رقبتي لما مشيتي؟ صافي صافي صافي، بلا ما تدعي أنا غادية. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات إذاعية مغربية. سعيد، سيدي سعيد، النعاس سعيد، العفيريت سيدي سعيد. وفيق فيق، خلاص فيق فيق فيق، نص نهارك دخلتي فيه. سكتي سكتي. أنوض أنوض مولاي، قالك سكتي. ردي ديك الخميه وخليني نكمل نعاسي هاد المصيبه. اش من نعاس هذا مولاي الخير؟ الناس راه تغداو وانت باقي ما فطرتي. بابا هنا ولا خرج؟ باقي هنا. سيري سيري سيري، ديري شي حبه الراس. اوه راسي كيتهرس. انا سيدي موجوده بلا ما نمشي. الحبه الراس اللي قلتي ليها ها هي. الله يستر، الناس كيفطروا بالعصير والحليب والقهوه وانت كتبدا بالدواء. الدواء راه كله سم. سد عليا داك الفم وسيري عمري البانيه بالماء وديري فيها الرغوه اللي كنبغي. البارفان ديالي البارفان. واللباس اشنو وجد لك فيه؟ غادي نلبس راسي. غير سيري وجدي يا جبت لك. ايوا شرب بعدا كاين هذا الكاس الليمون يحيد لك الصداع اللي فيك. سيري عطيني التساع يا هاد المسخوطه. خزيت حن تمحن. زيان عليا الصاد اللي فيا. فين هو داك البورطابل؟ هو شحال سي داك الرقم ديال سمير؟ ايوا جاوب ولا حتى انت باقي نعاس. الو با سمير، فقتي ولا باقي؟ كاع كاع حتى انا نايض نايض كندوش. ولا متخطقاك بالحق داك المعقد صاحبك اللي جبتي معاك ما حملته ما قبلته. غير قال سم خنزر تقول سرقها ليه الورد ديال خالته. المهم اللي بغيت نقول لك، السير ديال الدار ديالك البحر راه بقى عندي. ايه بقى عندي، مع انت عييتي ومشيتي وليت سست اللي سست وطفيت الضوايات وخليت الساروت عندي. ها علي ايوا حتى العشيه ونتصلوا. تشاو باسبور تشاو. فوزيه ها فوزيه، واش الحمام موجود؟ موجود موجود سي سعيد موجود. ميرسي يا مجنون. مش انا ليلى، انت غزالة انت هيلة. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات إذاعية مغربية. سعيد سعيد. وي بابا يسوي لا، دخل دخل يا بابا وسد الباب اللي يضرب ليه البرد. ايوا على سلامتك من اللي فقتي. بونجور بابا. عاد كدوش؟ ايه يا بابا ما نعسش بكري. وعلاش بالسلامة؟ راه بابا داك البيدوار بعدا.
هاك سيدي هالبينوار يلا جاوبني، علاش ما لعستيش بكري؟ حلف النعاس واش بغى يجيني، طري النعاس من عيني حتى الصباح. الى ساليتي انا في الجرده. لا بابا غادي نخرج، غادي نخرج مباشره، عندي موعد مهم. موعد مهم ومع من تاني هذا الموعد كاع؟ مع واحد صاحبي، غادي نشوفوا واحد صاحبنا مريض. اها يوم ما تعطلش بالليل. لا بابا كون مهني، عندك تنسى ما تحط ليه داك الشيء اللي على بالك. غادي تلقاه في لاطابل دو نوي اللي حدا راسك. اي ولكن زير شويه صمت صاحبي. الله يحفظك يا بابا. نزير وانا ولد السي الفوزاني اللي عشقه وحبه في كياني. سير الله يمسخك الجن. يا مجنون مش انا ليلى، انت غزاله انت هايله. يا سلام علي، يا سلام. انا نضربو شي تكريطه فعلا تهرك لهاد الوجه وراك الحيحه. فوزيه والمسخوطه فوزيه. نعم سيدي سعيد نعم. قولي الحمو يغسل الطوموبيل ويطلق دغيا، راني زربان. واش سمعتي؟ راني زربان. تي كومبري المكلخه؟ ايه ايه فهمت فهمت فهمت، انا المكلخه سيدي. واو واو الحيحه يا الحيحه، عاوتاني اليوم الحيحه. كنتم مع الحلقه الثامنه من المسلسل الاجتماعي احلام، محمد احمد البصري، رشيد الحراق، ماريا صادق، محمد خدي، هشام بهلول، هنيه الغاشي، سناء التازي، ليلى الغربي، وانور الجندي.